يقال لولا صوت المحامي المدوي في أذان الدنيا لم يتنفس حق ولم يرفرف عدل أو يستتب أمن، فهنيئا لهم. وضيف اليوم بحلقة خاصة من إمارة الشارقة مع المحامي والمستشار القانوني سعيد عبد الله الشرمي. ابقوا لنتعرف على هذه الشخصية. والله أوجه رسالتي لإخواني الأساتذة إن شاء الله اللي بيكونوا في مجال المحاماة، إن أول بداية يثقف نفسه، مو ينتظر على التعليم اللي خذه، لأن تعليم الجامعات هو مجرد أكاديمي، لا بد أن يغذيه في أشياء عملية، أشياء صحيحة، يثقف نفسه، يبدأ السلم من بداية أول درجة، ولا ياخذ اللي هو جبروت اللي انا محامي. نبدا تراها نبذل الغالي لها دوم ونهب نبدا شعوب لها نبدا تراها نبذل الغالي لها دوم ونهب الا دار زاير تاريخ. هو ما ننكر تعدد اللغات عندنا، يعني ما شاء الله، إذا كان دول العالم قننت برقم معين فاللي موجود في دولة الإمارات أكثر من ذاك الرقم. هو ما ننكر تعدد اللغات عندنا، يعني ما شاء الله، إذا كان دول العالم قننت برقم معين فاللي موجود في دولة الإمارات أكثر من ذاك. وام الشيوخ اللي الله رعاها ربت قروب للوطن هم سند، لا تذكر الفزعات إلا طراها مداتها بالعطايا هي تسد. عامي المستثمر لما يجيك استقطاب من الخارج يحس بالأمان أن في عنده حد درع واقي اللي هو درع القانون يحميه عن طريق المحامي أو المستشار القانوني أو مكتب الاختصاصات القانونية الموجودين، هذا يأمن المستثمر اللي جاي على أساس أنه يكون في بيئة مرتاحة. ظروف ساعدتني على هالموضوع وهي اللي حمستني لدراسة القانون. الكلمات يطول بعمرك ما يوافيها كلمات. الشكر والتقدير لدولة الإمارات قيادة وشعبا شكر كبير، فنحن لو جينا نشكر من اليوم لبكرة، لو نقدم الغالي والنفيس ما نرد نص جمايل أو جزء من جمايل الدولة هاي اللي أعطتنا لها. الله يحفظ حكامنا على رأسهم سيدنا صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان حفظ الله. في دار زايد قصص نجاح استثنائية صاغت مساراتها بإصرار غير متناهي لتترك بصمة مؤثرة في قلب كل متعطش للنجاح. اليوم ومن إمارة الشارقة مع المحامي والمستشار القانوني سعيد عبد الله الشرمي. أهلا وسهلا بك أستاذي. يا مرحبا وسهلا أستاذة، كيف حالك؟ الحمد لله. الله يبارك فيك، مشكورين على زيارتكم وتشريفكم لنا في المكتب، يعطيكم الصحة والعافية إن شاء الله. شكرا جزيلا أستاذ على الإستضافة. أستاذ سعيد، بالبداية لو نعود لأهم المحطات الناجحة في المسيرة المهنية والأكاديمية. والله طول بعمرك، هي من حية المسيرة العلمية فهي كانت شاقة جدا. أنا كنت موظف في الحكومة وكنت في مجال غير مجال القانون سابقا، ولكن قدر الله ما شاء فعل، اجتنا الفرصة
وما ننسى جهود كل الناس اللي سعت معانا بالخير ووقفت معانا ودعمتنا في مشروع دراسة القانون. والحمد لله اجتزنا دراسة القانون وكملنا القانون الحمد لله رب العالمين، وخلصنا واجتزنا دورة المحاماة، وما مثل ما انتم شايفين نحن في مجال المحاماة حاليا، فدرسنا المحاماة والتعليم مستمر، والتوجيه للجميع ان اطلبوا العلم من المهد للأحد. أستاذي، للوصول إلى هذا النجاح اليوم لابد من وجود جنود خلف الكواليس أو أشخاص ساهموا بوصولك لهذه المرحلة، من هم هؤلاء الأشخاص؟ هي ممكن ما تكون كأشخاص، ممكن يكون كظروف، وهي أقوى من الأشخاص، يعني هي ظروف ساعدتني على هالموضوع، وهي اللي حمستني دراسة القانون. أنا كنت متخصص في مجال الشبكات اللي هو المجال العلمي، ما لي علاقة في القانون، ولكن صادفتنا ظروف في حياتنا اليومية، ولله الحمد صار تحدي بيني وبين سعيد نفسه، وما أنكر طبعا فضل أم عيالي زوجتي، وما أنكر دعم الأهل، وما أنكر بعد دعم مسؤوليني كانوا في القطاع الحكومي، هم دعموني من توفير الوقت، من توفير الجهد، من توفير المقومات. والحمد لله تخرجنا من أكاديمية شرطة دبي، من تعد من الجامعات القوية في إعطاء المواد العلمية للقانون ممارسة وفعلا ودراسة وأكاديمية وعلمية وكل ما يتطرق فيها. نوجه لهم الشكر التام، على رأسهم سعادة اللواء غيث السويدي، والبركة فيهم وجزاهم الله خير. وهذا الحافز اللي كان هو الأساس، الحافز الظروف. نعم أستاذي، بالحديث عن كل هذه الإنجازات والمحطات الناجحة، لو نتحدث عن ما أراه خلفك من إنجازات وشهادات، وخاصة الوسام الذي أراه، لو نتحدث عنه. هو الوسام ممكن أبتدي به وسام شهادة، فوسام الشهادة طبعا مش لي أنا الشهيد، كان منح من سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان حفظ الله رئيس الدولة كوسام شهادة، لأن أخ لي كان يصغرني بالسن، نحتسب عند الله شهيد، نال الشهادة بخدمة الوطن والواجب، فهذا تكريم له، هذا جزء من تكريم الدولة للشهيد. وطبعا نحن كلنا في الدولة نقدم أرواحنا والغالي والنفيس في خدمة هذا الوطن وخدمة هذه القيادة الرشيدة الحكيمة اللي يضرب فيها المثل في جميع أنحاء دول العالم. هذا مجرد تقدير، هو وسام شهادة، لأن أخ لي توفى الله بخدمة وطن. أستاذ سعيد، للوصول إلى هذا الاسم الناجح اليوم والاسم اللامع وخاصة في عالم المحاماة، لابد من تكلله بتحديات، لو تذكر لنا أكبر تحدي واجهك. والله التحدي اللي واجهته أنك تفتح مكتب وأنت كنت محامي، يعني أنا تدربت في مكتب سابق لأن زملاء عندي، وفتحنا مكتب كشراكة للتدرج القانوني. ولتوجيه التحدي، هو المحامي المفروض يبدأ من السلمة الأولى اللي هي سلمة النجاح، هي خبرة المحامي أنه بعمل مندوب المكتب، مش تقليل من شانه لأنه ركيزة المكتب، بعمل السكرتارية والأشخاص اللي قايمين على الطباعة، بعمل الاستشارات القانونية، بالتثقيف في القوانين المحدثة، والحمد لله رب العالمين جميع المواقع الحكومية في سواء كانت اتحادية أو محلية متاح هالشيء أنك تثقف نفسك بنفسك جميع القوانين التحديث. فهذه هي تحديات كانت الحكومة سخرتها، أنا ما بقول أشخاص معينين، ولكن الحكومة سخرت لنا هاي التحدي. نعم أستاذ سعيد، بالتطرق إلى تحديث القوانين، دولة الإمارات معروف أنها من الدول السباقة في استحداث ومرونة بعض القوانين، لو تحدثنا عن هذا الجانب. هذا بلا شك، يعني في فريق متخصص على النظام الاتحادي على المستوى الاتحادي، وما ننسى فضل المستوى المحلي بعد لإمارة دبي وإمارة أبوظبي الحبيبة وإمارة رأس الخيمة، أن أي مشروع يقترح وأخذ آراء الناس وأخذ آراء المتقاضين في المحاكم وفي النيابات سواء كان جزائي، أو يأخذوا آراء استبيانات
ويا بالواقع المحلي في المحاكم وفي النيابات العامة محلية أو اتحادية كانت، ويأخذوا بعين الاعتبار ويعرضوه على الجهات المختصة، والجهات المختصة هي تعرض على المجالس اللي عندنا موجود اللي هو البرلمان اللي هو المجلس الوطني، ويصير فيها دراسة حق المشروع، وبعدين يقنن المشروع كمشروع قانون. ودولتنا فليكسبل في خدمة المتعاملين والموجودين فيها، فالحمد لله رب العالمين، بدليل تطور خدمات الزواج المدني في أبو ظبي، طبق في دبي، طبق في الاتحادي حاليا، هاي كلها الخدمات هذه متوفرة وموجودة، وتدل على قابلية الدولة للانتقاد البناء، قابلية الدولة للانتقاد البناء، سواء كان ممثلة في الوزراء الله يحفظهم أو في القيادة الرشيدة، عندهم قابلية الانصات، الاستماع الجيد للنقد البناء. مو غلط أن يجي شخص، وطبعا نحن حكامنا الله يحفظهم فاتحين أبوابهم في جميع الإمارات السبع، سواء كانوا مسؤولين أو حكام، فاتحين أبوابهم للجميع، يعني حتى المقيم ممكن أن يروح يتناقش مع رئيس الدولة بحصلة في مكان معين، إذا ما كان في مهمة ممكن أن يستقبل برحابة صدر. وهذا مش كلامي أنا، هذا تداول السوشيال ميديا وثابت واقع على الأرض، ثابت واقع على الأرض، على أساس أن تكون تسخير. هذا رئيس الدولة هو تاج الهرم عندنا، ينزل لأقل مستوى، مش تقليل في مستوى حد، عسبة أنه يشوف شو احتياجاته، الاحتياجات هذه يلبيها له. يعني في، يعني ما نقلل من الدول، بس في دول أنت تسعى لتوصل لمسؤول معين، نحن لا، نحن المسؤول بذات نفسه، والحاكم والشيخ ورئيس الدولة يسعى لك عسبة يلبي مطالبك، بدليل وجود وزارة لا مستحيل. لا شك في ذلك. أستاذ سعيد، اليوم دولة الإمارات من الدول الحاضنة للعديد من الثقافات والجنسيات المختلفة، إلى أي درجة اليوم يجب أن يكون المحامي مثقفا؟ هو ما ننكر تعدد اللغات عندنا، يعني ما شاء الله، إذا كان دول العالم قننت برقم معين، فاللي موجود في دولة الإمارات أكثر من ذاك الرقم، يعني ما شاء الله في عندنا جاليات من جميع دول العالم. فالمحامي يجب عليه تثقيف نفسه في لغويا، ما نقول أنه يحفظ الصيني والبنغالي والهندي، إذا كان الهندي بروحه عندك 90 لغة تقريبا، 90 لهجة. فالمفترض أن الإنسان يثقف نفسه، كان محامي أو مستشار أو غيره، عسبة يواكب عجلة التطور باللغة المتداولة. هي في لغات رئيسية عندنا في الإمارات بالذات، اللي هي اللغة الإنجليزية، وحاليا صارت اللغة الصينية، وسابقا كانت لغة الأردو اللي هي متداولة بين الدول الأسيوية بشكل عام، وبالإضافة طبعا للغة الرئيسية اللي هي لغة تخاطب المحاكم والنيابات والقانون باللغة العربية. نعم أستاذ سعيد، يقال بأن رأس المال جبان، ودولة الإمارات من الدول المتميزة والتي تمتلك بيئة خصبة للاستثمارات المحلية والعالمية، إلى أي درجة أصبح وجود المحامي ملحن؟ هو وجود المحامي للتنسيق ما بين المستثمر أو صاحب المال والعقار في الدولة، لأن المحامي المستثمر لما يجي استقطاب من الخارج ويحس بالأمان أن في عنده حد درع واقي اللي هو درع القانون يحميه عن طريق المحامي أو المستشار القانوني أو مكتب الاختصاصات القانونية الموجودين، هذا يأمن المستثمر اللي جاي على أساس أنه يكون في بيئة مرتاحة. فيفترض على أي مستثمر أول خطوة لتأسيس أي شركة أو لاستثمار أي رأس مال اللجوء لقوانين الدولة والاطلاع عليها عن طريق مكاتب المحاماة أو عن طريق مواقع الوزارة إذا كان هو مثقف قانونيا، ولكن يفضل عن طريق مكاتب المحاماة لفتح الشركات الاستثمارية، لضخ الأموال الاقتصادية كاستثمار،
لشراء العقارات المفترض أن أي مقيم أو أي زائر يرغب في الاستثمار في هذه الدولة أو في دولة أخرى اللجوء للنظر لأساس العجلة اللي هي العجلة القانونية، هذا أساس. نعم أستاذ سعيد، اليوم كيف استطاع المشرع القانوني أن ينظم قوانين تضمن للمواطنين والمتواجدين على أرض الإمارات حقوقهم وحرياتهم؟ طبعا عندنا قانون الشركات قانون محدث ومواكب عجلة التحديث، عندنا قانون الإيجارات، قانون القواعد العامة اللي يحكم قانون الإجراءات المدنية، كل هذه القوانين سخرت لحماية أي شخص، مش شرط التاجر، أي شخص يتعامل في البزنس عندنا في معاملات تجارية القوانين مقننة وموجودة قوانين رادعة وقوانين حامية للحقوق. أستاذ سعيد، اليوم عندما نذكر مصطلح النجاح فلكل منا مفهومه الخاص، كيف تعرف النجاح اليوم؟ النجاح أن هو الإنسان يوصل لين مكان رسم حق نفسه ولا يقف معه، هذا النجاح، أنه يخطط لقمة أخرى. يعني إذا جيتيني قبل 10 سنوات بقول لك أنا مثلا وصلت لمهنة المحاماة، هذا النجاح الطموح اللي كنت أتغير من مجال العلمي للمجال الأدبي، فهذا الطموح، لكن وصلت للطموح هذا في الدرجة هذه لا، رسمت لي خط تايملان ثاني أسبة طموح آخر اللي هو التميز في المهنة هذه، تقديس المهنة هذه، احترام المهنة هذه، التثقيف في المهنة هذه، بالإضافة طبعا لأمورنا الشخصية وحياتنا الشخصية، ولكن واحد يسعى للطموح والاجتياز مرحلة تلو الأخرى. فالنجاح بوجهة نظر سعيد أنه يرسم قمة، عند الوصول لها تبدأ لقمة أخرى ولا تقف عندها. أستاذ سعيد، اليوم من خلال خبرتك ومنبرك هذا، ما الرسالة أو النصيحة التي توجهها لكل الشباب وخاصة المقبلين على مهنة المحاماة؟ والله أوجه رسالتي لإخواني الأساتذة إن شاء الله اللي بيكونوا في مجال المحاماة، أن أول بداية يثقف نفسه، مو ينتظر على التعليم اللي خده، لأن تعليم الجامعات هو مجرد أكاديمي، لا بد أن يغذيه في أشياء عملية، أشياء صحيحة، يثقف نفسه، يبدأ السلم من بداية أول درجة، ولا يأخذ اللي هو جبروت أني أنا محامي، لا، المحامي هو إنسان مثل غيره، يعني لا يأخذ الطموح وأني أنا وصلت لمرحلة المحامي، لا، هذا وصولك لمرحلة المحامي هي ابتداء لك المرحلة القادمة إن شاء الله رب العالمين، أنك تبدأ تكون نفسك وابدأ من السلمة الأولى. ونصيحتي للأخوة المحامين كابتداء، إذا ما كان عندك دعم لا تفتح مكتب محاماة بداية، لا، ابدأ تعلم وتثقف وزيد معلوماتك عند مكتب زميل لك أو شارك في مكتب، خذها كوظيفة سابقا لحين ما توصل لحد معين، تثقف نفسك عاميا في جميع القوانين، وبعدين انت براحتك تبغى تتخصص جزائي، مدني، احوال شخصيه، افتح مكتبك بتخصصك وباشر. فالله يعطي الصحه والعافيه للجميع، والله يوفقكم جميعا، وان شاء الله رب العالمين الانسان اللي يبدا من بدايه اقل نقطه يرتقي لاعلى نقطه، ولكن اللي يبدا عالي غلط، انا اقول ما يبقى عالي، لا، يقع، وأنا أقول هالكلام. أستاذي، كلمات من القلب لكل قادة وشيوخ دولة الإمارات. الكلمات يطول بعمرك ما يوافيها كلمات. الشكر والتقدير لدولة الإمارات قيادة وشعبا شكر كبير. فنحن لو جينا نشكر من اليوم لين بكرة، لو نقدم الغالي والنفيس ما نرد نص جمايل أو جزء من جمايل الدولة هاي اللي أعطتنا لها. الله يحفظ حكامنا على رأسهم سيدنا صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان حفظ الله ونائبيه وحكام الإمارات، هم كلهم يعني كلمة حكام، نحن بنقول حكام تاج على رأسنا، هذه أشياء سياسية، ولكن هم آباء، هم معلمين، هم قادة،
حكامنا مشوا على مسيرة رسمها الوالد رحمة الله عليه الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه، بمعاونة أخوه رحمة الله عليه الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم وحكام الإمارات السابقين، رسموا لنا خطة وطريق نمشي عليه، والحمد لله رب العالمين قيادتنا وحكومتنا ماشية على هالطريق، وصارت نقلة من البدوي اللي يركب الجمال اللي عايش في الصحراء لين البدوي اللي وصل لين محطة دولية ووصل خارج إطار الكون ووصل للعالمية، وصارت هاي الدولة يضرب بها المثل. شكرا قيادتي الرشيدة، شكرا حكامنا اللي على رأسنا تاج نفخر فيه، شكرا أنكم وصلتوا دولة الإمارات العربية المتحدة لدولة يضرب فيها المثل على مستوى العالم وتناهض دول التطور والعالم كله. شكرا. المحامي والمستشار القانوني سعيد عبد الله الشرمي، شكرا جزيلا على اللقاء. جزاكم الله خير، والله يعطيكم الصحة والعافية، ومشكورين على اللقاءات المثرية هذه اللي توصل أصواتنا لين الناس، وأتمنى إن شاء الله رب العالمين تكثر من هاللقاءات، وأتمنى من أخوتي الأفاضل أنهم يطلعوا على السوشيال ميديا ويتكلموا ويثقفوا الناس. إذا ما فادوا بالكلمة بيفيدوا بالفعل، وإذا ما فادوا اللي وصلهم المكتب بيفيدوا اللي يشوفهم في التلفزيون وعبر قنواتكم الفاضلة. البركة فيكم. لنضم صوتنا لصوتك، شكرا جزيلا. الله يبارك فيك وطول في عمرك، مشكورين. مشاهدينا، وصلنا للختام في برنامج لآل الاتحاد، لقاؤنا يتجدد الأسبوع المقبل، دمتم بأمان الله.